تطورات جديدة في حادث الفنان أشرف عبد الغفور. جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارات جديدة بشأن الجاني، وحتى الآن لم يتم صدور أي قرار ضده. خلال الساعات الماضية، قرر قاضي المعارضات في أكتوبر إخلاء سبيل المتهم في الحادث بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه على ذمة القضية، ومن المفترض أن يستمر التحقيق خلال الفترة المقبلة ليتم صدور الحكم بشكل نهائي. الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكان خبر وفاته صدمة كبيرة لابنته وأصدقائه في الوسط الفني. زوجة الفنان أشرف عبد الغفور كانت ترافقه في هذا الحادث، وبعد نقلها للمستشفى اتضح أن وضعها الصحي شبه مستقر، لكنها ظلت تتلقى الرعاية الطبية طوال الفترة الماضية، حتى إنها غابت عن وداع زوجها واستقبال العزاء الخاص به في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ريهام عبد الغفور تعيش حاليا حالة كبيرة من الحزن والصدمة، ومنذ رحيل والدها وهي تقوم بنعيه عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وكشفت من خلال منشوراتها عن حبها الكبير لوالدها وتأثرها بعد رحيله. مؤخراً وجهت ريهام رسالة شكر وتقدير لكل من قام بدعمها وتقديم واجب العزاء لها، خاصة وأن الجنازة والعزاء حضرهما عدد كبير من المشاهير وصناع الفن.